بيه رياض، نحن نعرف الفرق، لعب في الاتوال في الكلوب والاسبيرونس، نعرف نحن شو الفرق بين تلك الجمعيات هذه؟ والله ما فما حتى فرق، هو كي تجي تشوف ظاهريا ما ثلاثة جمعيات كبار وكبار بالكدا ويوزنوا في البلاد من إكستون، لكن يمكن ان نحللها لك بال بال بالفترة. في النجم الساحلي لعبت 8 سنوات، في النادي الافريقي لعبت على سنتين متقطعة، عام خرجت ورجعت، خرجت ورجعت واشتر الموسم، وفي الترجي عملت صحاحة عامين وما كملتهمش معناتها وانقطعت وقتها نهائيا. قبل ما فضت 2002 في كأس العالم 2002 اعتزلت الكرة دوليا، قلت لهم ما عادش نلعب في ليكيب ناسيونال حتى لو كان عندي بلاصة، ومن بعدها بعام وشوية كملت الكرة نهائيا في الترجي. يعني التجربة تعتبرها أفضل رياض ليتوال لكلوب الاسبيرونس؟ على حد التيتروات كما قلت لك بالفترة، لأن في النجم الساحلي أطول بطبيعة الحال، أخذت تيتروات، حصلت على تيتروات أكبر، وفي الترجي أخذت بطولتين، وفي النادي الافريقي زاد فهم برشا ما يعرفوش اللي انا مساهم في الكاس اللي تحصلت عليه النادي الافريقي سنه 2001، حتى قبل ما نمشي السعوديه تركت النادي الافريقي باش تلعب دومي فينال، معناتها الكاس هذيك اعتبر انا متحصل على كاس مع النادي الافريقي، يعني وين مشيت من فضل ربي العالمين وين مشيت توجت. انا الجمعيه اللي خذيت فيها حقك بين ثلاثه هيف الحق يعطيوك كان ربك، حتى واحد ما خذيت فيها حق، لا كان ربي هو الحق. ما حكاية وين مرتحت ولا وين مرتحتش، ثلاثة جمعيات ارتحت فيهم بالباهي. علاش؟ على خاطر اسلام، انا واعوذ بالله من كلمتنا، انا نعيش وسط مجموعة ونعرف شنو معناتها وسط مجموعة. انا قريت انترن فرش فوق فرش لوطة، معدي الجيش فرش فوق فرش لوطة، عشت في وسط جروب ديما حياتي كامله. حسك قاعد تهضم من الاجابه، الجمعيه اللي خذيت فيها حقك ماديا. انا يعني ما عنديش مشكله مع حتى جمعيه تحطني فيها، ما حبيت نقول لك، ما قلت انا والله لا ازكي نفسي ولكن نجم نعيش في مجموعه. دونك اي جمعيه تحطني فيها راني باش نتاقلم. باش نتاقلم خاطر عندي ما هوش هذا السؤال يا سؤالي انا الجمعيه خذيت فيها حقك ماديا بين ثلاثه هذا النجم الحق فلوس. فلوس اي. الحق مش فلوس. الحق يكفي كون واحد يحترمك ويعبرك. ما تحبش تجاوب؟ لا مش ما نحبش نجاوب، ما كيما قلت لك. باهي انا الجمعية قد فيها قدرك نقول. الثلاثة جمعيات عندي فيهم قدري لأني أنا قدرت فيها الناس كل. أنا الجمعية حسيت روحك ستار في الجمعية هذه، النجم الأول فيها. في الثلاثة جمعيات لا نعرف روحي لي أنا نجم. كيف كيف معناها؟ كيف كيف بكل ضوابط. أنا الجمعية ندمت اللي لعبت فيها. بيان سور ما فماش، انا ندمت اللي ما كملت ما لعبتش في النادي الرياضي الصفاقسي مثلا. ما كانتش فما امكانيه تلعب سي اس اس؟ كانت فما امكانيه حتى نلعب في زوز جمعيات اخرين. اما وقتها طارت النفحه، اعتزلت الكره قبل ان ترفضني الملاعب. انا الجمعيه الاقرب للقلب رياض جلاسي. الجمعيه الاقرب خلي باش نرضيو الناس كلها تبربر بطبيعه الحال جمعيتي الام. بين الكلوب والتوال والاسبيرونس. ثلاثة عزاز علي، خد ثلاثة أهرامات في مصر في تونس. أنت صغير في تبربع، شنو هي جمعية تمنيت تلعب فيها؟ تمنيت نلعب فيهم الثلاثة ولعبت فيهم الثلاثة. كي نخزر وقتها نتفرج على الكورة نشوف عندي بلاصة في الترجي، نشوف عندي بلاصة في الكلوب، نشوف عندي بلاصة في الكلوب. إي شنو هي جمعية تحبها صغير يا؟ الجمعية اللي أنا نحبها صغير. ماكش حاب تجاوبني معناها الجمعيه هي جلاسيه بابا وامي ودارنا. بالحق بالحق سيريوزمون ما بحبش، لا ما نحبش نجاوب. تعرف علاش ما نحبش نجاوب؟ احتراما لاي جمهور في تونس، انا حاجه اكثر حاجه فرحان بها. يا عادي الواحد يكون عنده صغير جمعيه واليوم يحب جمعيه ميساج احنا عندنا جمهور كالبيبيات، عندنا جمهور تلموم احلاه كالصغار. تحب تكسبهم الكل؟ تغير. انا كسبهم الكل خاطر انا لتوا ولادي، بنتي 19 عام ولدي 16 سنه روعه ومجد، كيدوروا معايا في تونس نمشي بارك اسبيرونس، نمشي بارك كلوب، نمشي بارك في سوسه. هذه احسن حاجه. نحترم فيك الحاجه يا شباب.